أستاذ العقدة، في البداية في أي إطار يأتي هذا التوجيه من قبل السيسي لرئيس الحكومة باتخاذ قرار زيادة أسعار بيع الوقود بنهاية هذا الأسبوع؟ يعني هذا القرار أخذ من عدة سنوات عند بداية حكم عبد الفتاح السيسي، وكان له عدة مؤشرات من التسريبات التي خرجت منه، ثم رأيناه بعد ذلك من تقارير والأوراق التي صدرت صندوق النفط الدولي بناء على الاتفاق مع مصر على الاقتراض 12 مليار دولار. وفي ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي كان هناك التأكيد على تحرير أسعار المحروقات حتى تصل إلى سعر التكلفة أو السعر العالمي. وأنا أكثر من مرة أكدت أن الأسعار ستتخطى حتى سعر التكلفة والسعر العالمي، وستقوم الحكومة المصرية ونظام عبد الفتاح السيسي برفع الأسعار حتى يكون لها أرباح للدولة وأيضا ضرائب للدولة. هو مستمر في ذلك البرنامج وهذا المسار وأن يتراجع عنه لأسباب كثيرة جدا، منها اقتصادية ومنها اجتماعية. ربما دعنا نفصل للمشاهد ما يهمه في ذلك بالتحديد. أستاذ العقدة، ربما المشاهد لا يعلم كثيرا لماذا أو ما هي المبررات الاقتصادية التي تجعل النظام يرفع الدعم عن الوقود بهذا الشكل، أو يخفض، يعني بمعنى أصح يتم خفض دعم الوقود وعلى أساسه يتم زيادة الأسعار. ما هي المبررات لدى النظام أو ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت لذلك الاقتصادية بالتحديد؟ طب أولا في سبب أساسي نتحدث عنه بصراحة بغض النظر عن موقفنا من حكومة عبد الفتاح السيسي وهذا النظام الظالم. مسألة الدعم في مصر للمحروقات هي مسألة عميقة مستمرة من أكثر من 30 سنة تم فيها توفير الدعم المحروقات بطريقة فيها رحونة، وكان فيها حجم ضخم جدا من الفساد، وتم إعضاء كم كبير من دعم المحروقات لغير مستحقين. يعني بعض الناس الذي حصل على دعم المحروقات الاستثمارات الأجنبية كان يشتري المحروقات من الشارع، من محطة البنزين الإسلامي، مثل المواطن المصري، السياح الأجانب، المراكب النيلية وغيرها كانت تحصل على سعر المدعم، وطبعا عدد كبير جدا من المصانع. فطبعا ده أدى إلى وجود عجز في ميزان الميزانية وأيضا عجز في المنظومة الاقتصادية لاعتمادها على المحروقات الرخيصة. لكن أنا أرجع بقى أقول كلمة لكن، عندما تم ما يسمى رفع الدعم عن المحروقات من نظام عبد الفتاح السيسي لم يراعي الطبقات التي تعتمد على الدعم لحياتها الأساسية، سواء من ناحية المواصلات أو من ناحية الإنتاج الصناعي أو الزراعي وخلافه. وتم رفع الأسعار أو رفع الدعم عنها بطريقة طريقة الصدمة حتى يتعود عليها المواطن بوقت أسرع. في النهاية هو عنده عجز ضخم جدا في الميزانية بسبب الاقتراض الكبير ووجود فوائد ضخمة جدا على الديون المقترضة، وأيضا عن تراجع معدل التحصيل الضريبي. فأحد الحلول اللي بيبحث عنها هو أنه يرفع الدعم عن المحروقات، لكن في النهاية برضو أنا أرجع أكد أنه هو رفع الدعم بيؤثر على الطبقات الفقيرة، بينما الطبقات الغنية ما بيفرقش معها أبدا إذا رفع الدعم أو زادت أسعار المحروقات أو المواد الأخرى.